يا الحاج واحد الفكرة راهي تدور، واحد العفسة راهي تدور لي في مخي. ايه واش رايك لو كان نروحو ندورو على الاحزاب نلقطو عليهم شويه فراكات واللي راهم يقسموا في صورنا ولا في ياو راهم يدورو يقول لك اللي فوطي عليه يطولو الدرام، فوطي عليه نعطيك صورته. واللي يا الحاج انت تفوطي بالصورنا يا ودي انا ما فوطي ما والو، انا اللي ما عليهم الفراكات هذوك واللي نشوفو نقولو تا هو المعلم تا هو الصح. ايه وانا ندي ذوك الفراكات نشري فيها جويجه محمر الله الله ونشري فيها شويه بنان سمعت وقرا وزيزاء ونتعشى انا وليداتي عشام ريقل الله الله. تاكل الراجل اللي فلغ لك المصارين الحاج عليه الراجل لي يا ولدي، وليداتك مساكين شو دخلهم وعلاه توكل فيهم في الحرام؟ لا تبدا كل حرام، كل وعدك خلي ولدتك على جهه. وعليه الحرام هذاك هذاك الشيخ بونجم هذاك والشيخ بن حمو افتاه وقال لك حلال عليكم وبصحتكم وما كان حتى مشكل، انا كي شفتهم علق بيا الحال. ساهو ساهو ايه كيما راني نقول لك بونجمه ولا شيخو وبن حمو ولا شيخ فهو فان شيخه يا وهذاك الشيخ بونجمه والشيخ بن حمو قال لك الدراهم هذوما حلال عليكم. الحاجه هذو تعرفهم ولا ما تعرفهمش؟ لا انا شفتهم في التلفزيون يحضروا هذا الشيوخ هذو وباش يسقسيك ايه ما هضروش وفتاو على الشتاء الى حلال ولا حرام؟ لا ما هضروش على هذه ايه هضروا على الدراهم هذو اللي يعطوهم لنا في الفوط قالوا لنا حلال. ايه وانا تبعت من الشيوخ هذو شفتهم في التلفزيون يهضروا سويفيتهم وراني ندير كيما قالوا. الحاج احمد يقولون هذو اصحاب الاموال ادوا روحوا ادوا ما كانش يقول لكم لا يجي يعطيك 500 دي يعطيك مليون دي يعطيك 10 ملايين دي قول له مادام جبت لي المال كثر خيرك هذه صداقة. انا نفتي لكم اليوم فتوى يسمحوا لي اخواني الفقهاء ويسمحوا لي اخواني العلماء ولكن معليش الفتوى نتحملها مسؤوليتها انا. اذا جاي يعطيك الدراهم واعطاك الدراهم وديت حلال عليك حرام عليه ولكن ما تفوطيش عليه والله العظيم ادي لخاطر غير دراهمك ولا ولك. السلام عليكم ومرحبا بكم في فقرتكم الوقايه والعلاج. اخواني المواطنين اخواتي المواطنات رايحين اليوم نتكلموا على واحد المرض منتشر بين الناس بزاف الا وهو مرض القولون او الكولون. كاين ناس بزاف يقول لك انا عندي الكولون راني داير ريجيم نشرب الدواء ولكن لي دولور نتاع الكولون مازال ما خطاونيش. علاه؟ لازم المواطن العادي او المريض بالقولون يعرف انه كاين مسببات بزاف. من بينها كان واحد المسبب ربما ما تعرفوش وهو الاستماع الى نعيمة صالحي، وهذا المسبب اخواني راح يتغير مرة على مرة خطرات تلقاه نعيمة الغويني هكذا. وكاين مسبب منتشر بزاف بين المرضى وبين المواطنين ويسبب لهم القولون ويهيج القولون وهو الاستماع الى بونجمة. نعم بونجمة هذا مسبب يهيج القولون تهيج كبير لازم تحذروا منه. كذلك مسبب منتشر بين الناس وما كنتش حاسين به اخوانا المرضى ممكن يعرفوه، لما تروح للطبيب يقول لك ما تجيش تسمع لشكون البن حمو. نعم بن حمو يهيج القولون، ولهذا ننصح اخوانا بما اننا في فصل الحمله الانتخابيه عدم الاستماع الى نعيمه بونجمه وبن حمو. ليه درت عليهم قبضني الكولون؟ حاج احمد يقول